السلام عليكم. دابا هاد الناس دابا راه اكثر من 50 عام وهما مضاربين كلهم مع الجيران، كيتعنوا بشي واحد اللي قالك واصل، وكي كلهم الدرب دابا مدخلين شي ثلاث الناس اللي مدخلينهم المحبس، ودابا هما دايرين لنا ثلاثه تسعود الكاميرات اللي دايرين في الدار ومقبلينهم مع الدار عندي مع الجيران كاملين، ولا جينا ندويو كيطيحوا علينا بالهضره ما مزياناش، ومسميين بان ولادنا ماشي ولاد، والدرب كامل كيعايروه، وحنا عيينا من هاد الشيء. كيجي المخزن وما كيدي منهم والو، ومن كيجيو ما كيبغوش يخرجوا ليهم، وهادشي حنا بغينا نعرفوا هادشي. هاد النفوذ هما اللي متعنيين بهم، بغينا نعرفوا شكون همايا. ورا دابا انا راه جيت دابا عندي 20 عام والناس راه عندهم 50 عام وما كيتعنوا بهادشي، دائما في هادشي. ما عرفتش شكون الاسباب علاش زين هما الكاميرات؟ هما بوحدهم ما عرفتش علاش، هما دابا اللي كيحضروا الكاميرات عاد كتخرج شي وحده ولا شي حاجه كيطلعوا عليها بدا يعيروا فيها. يعني وحنا دابا حتى واحد ما بقى قد يجي عندنا، اللي كيجي عندنا كيخرجوا ليه يعايروه. هما دايرين هكاك، هما معروفين، اي كوميساريه معروفين فيها. لا كل دابا هما اللي كيجبدوا المشاكل، حتى مول البلديه مول الشطابه اللي كيشطب حتى هو راه ما قالوا، راه غير البارح هذا الشيء ثاني ضربوا معاه. ما كاينش واحد يدوز من الطوطوار ولا داز من عندهم يكبوا عليه الماء. وحنا عيينا من هذا الشيء، بغينا نعرفوا هاد الناس مالهم. دوينا وتصالحنا وكل شيء، ولكن ما كاينش. هاد الناس ما كيجلسوش، دائما ديال المحاكم هذه مرفوضه. الناس اللي ملاصقين معاهم خاويين الدار، الناس تحولوا عندهم تسعود الكاميرا، كل كاميرا دايره للدار، واللي لا يديروا على دارهم ما يديروش علينا ديورنا حنا، متكلفينش هما بديورنا حنا باش يديروا لينا كاميرا، تيديروا على دارهم همايا. وهذا الشيء الا كانت حنا راه بغينا نديروا كاميرا، نولوا شي حد يشي. شفنا المسؤولين وشفنا السلطات، ولكن كيجيو ليهم، كيجيو ماشي ما كيجيوش، كيقضيو معنا الغرض، ولكن ملي كيجيو ما كيحلوش ليهم. جا الكوميسير مني جا قالت لي الا هزيتيها نطيح لك روح هنا، تعيط على الدعم مع جهه الدعم. وحنا ما بقناش قدرنا نعيشوا هذه العيشه بحال هكا، حنا درنا عند الوكيل شكايه، دابا حنا ثاني دايرين دابا شكايه اخرى، وحاضرين حنا داخلين خارجين، ما نقدروا لا نسيقوا حدا الدار، ما نديروا حتى شي حاجه، غير اللي خرجت من الدار تشير عليها. لا العائله امهم واخوهم هما جوج بنات، كل ما كيخرجوا في مره واحده وكيهضروا كل ما هضره خايبه كلهم. لا هما من نهارهم معروفين هكايا، من نهارهم حتى واحد ما كيقدر زعما، كلهم كيقولوا الله ينعل الشيطان الله ينعل الشيطان، ولكن هادو راه متغاو بزاف حتى لدرجات يولي يتحكموا عليك في دارك. لا قال لك حنا حاضين طوموبيلاتنا، راه الدرب كامل عنده الطوموبيلات، ماشي غير همايا، راه كاين العساسه ومن ورانا كاين عساس اخر. الرساله ديالي للسي الحموشي يشوف لينا حل مع هاد الناس هادو، يشوف لينا حل معاهم، لان حتى المخزن اللي كيجي ليهم ما كيجلسوش ليه، كيخرجوا ليه حتى هما ما كيبغوش يحلوا عليه الباب. جا الباشا، جا القيد، جا المقدم، كلهم ما كيجيو ما كيحلوش ليهم، وحنا غيبقاو عاهدو كيديروا لنا بحال هكا، راه بزاف علينا، مابقاش قدرنا نعيشو. دابا الولاد ديالنا ولا ولدي نفسانيا مرض، الوليدات الصغار مابقاش قادرو يدوزو من تمايا، هذا الشيء بزاف علينا. حنا خصنا نعرفو نشوفو هاد النفوذ هي اللي هي عارفه، نشوفهم شكون همايا، اللي كيجيو يدخلوا الناس للحبس باطل، نشوفهم شكون همايا.